من باب التغيير حبيت اعمل النهارده كيكه جوز الهند وعليها طبقه من الكريمه، طعمها حلو جدا جدا وسهله التحضير وحاجه جديده ومختلفه. هنبتدي بالكيكه. معايا كوبايه سكر، 4 بيضات، 1/2 كوباية زيت، وكوباية إلا ربع لبن، وحوالي 1/2 كوباية جوز هند، والفانيليا طبعا. تقدري تعمليها في الخلاط، هتبقى معاكي سهلة برضو وبسيطة وسهلة التحضير. انا عملتها بالمضرب العادي. هتبتدي تضربي فيها مش اقل من 5 دقايق عشان تبقى معاكي، تديكي نتيجة كويسة جدا. طبعا اي كيكة بتبتدي تضربيها في اتجاه واحد، ما تعمليش في الاتجاه المعاكس ابدا. يبقى حطيت 4 بيضات وكوباية سكر ونص كوباية زيت وكوباية الا ربع لبن، طبعا كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ عادي عشان ما تعملش معانا اي حاجة، يعني ما تديناش نتيجة وحشة. ونص كوباية جوز هند. بعد ال5 دقايق ببتدي اجيب دقيق واكون نخلاه كويس. حطيت 2 كوباية بس ما حطيتهمش مرة واحدة، حطيتهم شوية بشوية واضربهم. و طبعا بتضربيها في اتجاه واحد. طبعا ما تنسيش معلقة كبيرة البيكنج باودر، وافضل الانواع يعني عشان تديكي نتيجة كويسة. انا بفضل كيك شيف، بيديكي نتيجة حلوة جدا. شايفة قوامها عامل ايه معايا؟ جميلة جدا. طبعا الحبيبات دي بتاعت جوز الهند، ودي صينية دهناها زيت، حطيت فيها الكيكة، دخلتها الفرن كان سخن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص، قعدت حوالي 1 ساعة إلا ربع. طلعت بالنتيجة دي مستوية، اختبرتها بطرف السكينة، تأكدت انها استوت قبل ما اطلعها من الفرن. الكيكة نفسها طعمها حلو جدا. بعد كده معايا 2.5 كوباية لبن. اللبن عادي ممكن يكون ساقع يعني مش مشكلة. ومعايا 2 معلقة، ده 1.25 كوباية سكر، و2 معلقة دقيق، و2 معلقة نشا. هبتدي اقلبهم بالمضرب على البارد لغاية ما يدوبوا. وانا حطيت بقى في الاخر خالص 1/2 كوباية جوز هند، بس هي ما ظهرتش في التصوير للأسف، وحطيت فانيليا طبعا بس برضو في الاخر خالص. تفضلي تقلبيها بقى كده على النار بعد ما دوبتي كل حاجة لغاية ما القوام بتاعها يتقل، تبتدي تعمل زي المهلبية معاكي كده. يبقى احنا حطينا 2 معلقة دقيق و2 معلقة نشا كبار طبعا، ومعايا 1.25 كوباية سكر. السكر حسب الرغبة يعني، ممكن تقلليه وممكن تزوديه، ده حسب رغبتك انت والمذاق اللي بتحبيه. بعد ما تقلت معايا كده بحطها تبرد، بفضيها كده بصي، وهغطيها عشان ما تعملش معايا طبقة على الوش، انا عايزاها زي ما هي. بعد كده الكيكة بعد ما بردت حطيت عليها 1 كوباية لبن، هستنى لغاية ما تشرب اللبن ده خالص، هي خلاص بردت. ومعايا الطبقة اللي على الوش دي كمان تعتبر باردة، يعني هي ايه دافية بسيط كده، بس ممكن تستنى لغاية ما تبرد خالص، بس ما تحطهاش سخنة على الكيكة، يعني دي هتديك نتيجة وحشة جدا وهتعجن معاكي. ابتديت طبعا افردها على الوش بالشكل ده. لو حابة تساوي الوش بتاع الكيكة اكتر من كده اوكي، ممكن تطلعيها وتشيلي طبقة من النص بحيث انها تبقى مستوية اكتر، لانها تعتبر ايه طالعة شوية يعني مني كده في النص، بس هي طالعة تحفة تحفة تحفة. بعد كده بعد ما فردتها بشغل الشواية بس، وادخلها تحت الشواية لغاية ما تاخد لون. طبعا كل واحدة والشواية بتاعتها لدرجة حرارتها بتبقى كويسة وعليها تخلص بسرعة. بعد كده ما خدتش وقت مني خالص، هي 10 دقايق تحت الشواية ودت اللون الذهبي الجميل ده، وطلع طعمها ما اقولكيش، والله طعمها حلو جدا جدا.
يعني خليط كده طعمه حلو يعني، ما خدتش وقت مني وعملت حاجة جديدة هتعجب الأولاد جدا جدا. عايزاها بطلة تطلع معاكي خرطة كويسة يعني تقطع كويس. لازم طبعا تستني تبرد تماما، ويفضل تدخل التلاجة بعد ما تبرد ساعتين عشان تطلع معاكي متماسكة. بصي طلع طعم الكيك تحفة، وطبعا الطبقة اللي انا عملتها دي حاجة رهيبة. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ما تنسوش اللايك والشير. واحب اشكركم مرة اخرى ان انتوا اتفرجتوا على الحلقة بتاعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.